بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معادنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان CSS Max Width. عارف اللي جاي في بالك؟ إحنا أخدنا الماكس ويدث والمينيموم ويدث والماكس هاي والمينيموم هاي في الحلقة بتاعت الدايمنشنز، لكن النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنحاول نتعرض لمفاهيم ونقط ما سبقش إن إحنا اتكلمنا عنها في الحلقة بتاعت الدايمنشنز. والمفاهيم والنقط اللي احنا هنتكلم عنها من الاهميه بمكان انها يتخصص لها حلقه كامله لوحدها. ان شاء الله باذن الله النهارده هنتكلم عن اربع نقط يا شباب. بما ان انا بتكلم عن الويتس فانا طبعا بتكلم عن عناصر بلوك، كده كده العناصر الانلاين ما بيمشيش معاها ولا هاي ولا ويتس. بنقول ان العناصر البلوك بتميل لانها تبقى ستريتشد على الفول ويدث يمين وشمال للكونتينر اللي هي بتتحط فيه، بمعنى ادق بتمتد بكل العرض المتاح ليها اللي بتورثه من الوسم اللي هو ابوها، الوسم اللي هي تشيلدرن منه، كل العرض المتاح ليها. بصوا كده انا بتكلم دلوقتي عن الويدث، سيبك من الارتفاع خالص. طيب بمعنى ايه؟ طيب لو انا عندي ديفيجن دلوقتي والديفيجن ده انا مستايله بستايلات معينه، انا هعمل ديف وانا كنت ناسخ شويه تنسيقات كده عشان ما اضيعش في وقت الحلقه، عمل له بوردر وعمل له لون ومدي له هاي علشان الناس تشوفه، ومدي له انا مش هدي له ويدث دلوقتي، تمام؟ الناس تاخد بالها ان انا منوم الويدث بتاعه مش مدي له ويدث، تمام؟ فنشوف اللي هيحصل لو انا عملت ريفرش، هلاقيه اتفرد بعرض الشاشه بالكامل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ورث الويدث من الوسم الاكبر منه، ومين الوسم الاكبر منه؟ ورث الويدث من البادي، لاني انا مش مستايل البادي، مش مدي للبادي ويدث معين، فبالتالي البادي بتاخده الويدث بالكامل، فعشان كده هو ورث الوسم، ورث الخاصيه دي او القيمه بتاعت الويدث من فين؟ من الوسم بادي. جميل، اوكي. طيب خلونا نصعب المفهوم شويه ونروح حاطين ديفيجن جوه الديفيجن ده، والمره دي بقى هنبتدي نعمل له كنترول، تمام؟ من هنا عندي اكتر من ديفيجن فبالتالي عايز انادي عليهم، فعشان كده هدي لواحد اي دي واسميه راب، وادي للتاني اي دي حاجه بتدل على ان هو ابنه هسميه تشايلد. انادي بقى على الراب اللي فوق ده هخليه هو الراب، وده انا بقى مش هدي له ويدث، تمام؟ واروح ناسخ نفس الكلام ده، الويدث نايم، واطبقه على التشايلد. وانا عايز اغير بس في الهاي علشان اخليه 100 بكسل، فاهميني كده؟ انا ما عملتش في اي حاجه غير اني غيرت في الهاي. لو انا عملت، خلونا برضو نغير في اللون بتاع الهاي علشان يبقى مثلا اللون الازرق علشان الناس تشوف الفرق يعني. لو انا عملت ريفرش هلاقيه برضو ورث نفس الويدث من الوسم اللي هو جوه منه، اللي هم الاثنين وارثينه. بمعنى ايه؟ هم الاثنين وارثين من الوسم مين؟ من يعني ده وارث من ده، التشيلدرن هيورث من راب والراب وارث من البادي. طيب خلوني بقى انا ادي ويدث معين لمين؟ هدي ويدث معين للراب اللي هو الوسم الاب من التشيلدرن، والويدث بتاع ده نايم. ولو عملت ريفرش هلاقي ان الوسم ان التشيلدرن ورث الويدث بتاع مين؟ بتاع الراب. حلو الكلام؟ جميل، اللي هو انا عملت له ليميت. ده بالنسبه لاول نقطه. النقطة الثانية اللي احنا دلوقتي اتكلمنا عنها على وجه الخصوص، لما انا ببتدي اعمل كنترول، لما ببتدي احط قيمة للويدث، تحديد قيمة معينة للويدث بتاع الاليمنت، بتاع العنصر، بتاع الصفحة، ده بيمنعه من ان هو يبقى ستريتشد فول، وبيلزمه بقيمة معينة اللي انت بتديها له على حسب الطريقة بتاعك، تمام؟ القيمة اللي بياخدها ديت، القيمة اللي بياخدها بياخدها من الكونتينر، تمام؟ بيعد من اول الكونتينر ويوقف لغاية اخرها.
حلو الكلام. بمعنى ايه؟ ال 960 بكسل ديت هياخدها من فين؟ 960 بكسل هياخدها، هبتدي ادي من اول، هو كونتينر من فين؟ هو كونتينر، الكونتينر بتاعه فين؟ الراب ده جزء من فين؟ جزء من البادي، هيبتدي يعد من البادي من اول نقطه في البادي لغايه لما يوصل 960 بكسل، ويروح واقف ساعتها ويرسم الهاي بتاعك وكده هو وقف. تمام، انا كده اجبرته ان هو يحصل على قيمه معينه. خد بالك من الطريقه اللي انا اديته بيها القيمه، اديته القيمه بالبكسل، وديت قيمه مطلقه، قيمه ابسوليوت. انا عايزك تاخد 960 بكسل ايا إن كان انت هتتعرض على اي شاشه. خد بالك من الخطوره بتاعت اني اعرف او ابتدي ادي قيم ب 900 ادي قيم بالبكسل او قيم مطلقه على وجه الخصوص. انا عايز دي، هنتعرف كمان شويه على القيم المطلقه والقيم الفيلميه اللي في المية. النقطة الثالثة بقى المارجن. طيب خلونا الناس فهماني، لو انا بقى كنت اديت، لو انا صغرت يعني اديت، برضو نقول لو انا اديت لده 700 بكسل، ده اللي هو معناه ايه؟ ابتدي خد لي 700 بكسل من وسم اللي انت من ابوك، والوسم اللي ابوه اللي هو الراب، فيبتدي ياخد 700 وهاخد 700 بكسل من 960. بس النقطة واحدة، هما يبتدوا من مكان واحد، بعد 960 هيبتدي يوقف. تمام، ايه دليلك بقى على ان التشيلدرن ده، ان التشايلد ده جزء من الراب، ان الراب ده يعتبر ابوه؟ بسيطه، فاكرين المارجن؟ طيب مفيش مشاكل، خلونا نتكلم عن المارجن. لكن النهارده هنستخدم المارجن بشكل غريب شويه. تمام، ولنفرض احنا نقول مارجن 10 بكسل. معنى ايه؟ معناها ايه 10 بكسل ديت؟ معناها 10 بكسل من هنا، 10 بكسل من هنا، 10 بكسل من هنا، 10 بكسل من هنا. ايه دليلك؟ ماشي، هقول لك دليلي من تحت. لو انا كنت ضفت عنصر معين، ولنفرض انا موجود، انا عايز يعني اثبت لك ان في حاجه من تحت، فبالتالي انا عايز ادرج وسم اخر ده، ولنفرض الوسم اللي انا هدرجه هيكون عباره عن وسم ان لاين بي، واكتب فيه اي كلمه اي اس دي، ولا عملت كنترول اس وريفريش، ها ادي ال 10 بكسل. طيب خلينا نزودها شويه، يمكن 10 بكسل ما تبقى، ال 10 بكسل ما تبقاش ظاهره من فايل اوبن فين الاندكس، الاندكس انا اسف يا شباب، يمكن 10 بكسل ما تبقاش ظاهره، هنخليها مثلا 20، 50 كتير، 20 بكسل. ها لاحظ الفرق، ادي 20 20 20. طب عايز تقول لي ان من هنا ما فيش 20؟ طيب في الاول عايز انت اثبات ان هنا برضو ثابت 20 بكسل، هقول لك اه ثابت 20 بكسل بالفعل، لكن لان ما فيش عنصر جنب منها، فبالتالي انت مش هتشوف تاثير ال 20 بكسل. ساعتها لو انت حبيت تسال هقول لك لا، انا اللي اسال، هو ما فيش عنصر جنب منها هنا ليه؟ وايه السبب في ان العنصر اللي زي ما احنا بنقول مش دولت الاثنين اخوات الديفيجن ده، مش اخر الوسم بي، هو ما ظهرش جنب منه ليه؟ هقول لك لا لا، انت كده نسيت الحلقه اللي فاتت، ان الوسم ديفيجن ده عباره عن بلوك اليمنت، والوسم اللي بلوك بيبقى اناني شويه، ما بيحبش حد يبقى جنب منه، حتى لو كان وسم ان لاين، حتى لو كان وسم بلوك، فبالتالي هو بيميل لان هو ياخد المساحه بتاعته بالكامل. وانا قلت لك كمان شويه انت عملت كنترول في ان انت تعمل له ليميت للمساحه اللي بياخدها، اقصد من العرض انا، فانت عملت له ويتس، لكن لسه في القصه بتاعت ان هو ما بيحبش حد يقعد جنبه، فبالتالي العنصر الان لاين اوتوماتيك نزل بمجرد ما ان الوسم ده اتحط. تمام، هنتعلم ان شاء الله باذن الله كمان حلقتين ازاي نعمل كنترول على القصه دي باستخدام الخاصيه فلوت. تمام جميل اوكي. المره دي بقى هنستخدم المارجن بس بشكل مختلف شويه، بس خلوني اوصل المفهوم يا شباب. فاكرين مارجن 20 بكسل دي معناها ايه؟ معلش هكتبها 20 بكسل 20 بكسل 20 بكسل، ده التعريف بكلمة 20 بكسل مرة واحدة، معناها 20 بكسل من كل ناحية. حلو الكلام اوكي. طيب 20 بكسل من مرتين معناها ايه؟ 20 بكسل مرتين، خد بالك اول قيمة بتبتدي بيها، خليك مع عقارب الساعة، بتبتدي من فوق تمام، وبعدين بتبتدي على اليمين، القيمة اللي على اليمين، بعدين بتنزل من تحت، بعدين بتروح على القيمة اللي على الشمال. فبالتالي انا لو خليت ديت 50 بكسل، ان انا عامل ريفرش، بس بعد ما بعمل ريفرش خد بالك من القيم الرأسية، يعني المسافة ما بين الديفيجن ده وما بين البوردر ده، والمسافة الرأسية ما بين الاي اس دي وما بين الديفيجن ده، وانا عملت ريلود، ادي 50 بكسل من فوق و50 بكسل، في حين ان ال 20 بكسل الخاصة بالافقية لسه زي ما هي. تمام، فبالتالي انا هخلي ده 20 واعمل ريفرش، طبعا انا ما عملتش كنترول اس، ماشي هعمل كنترول اس واعمل ريلود،
كده رجعت 20، نفس الفكره. انا كنت خليت دبجه اللي هو يبقى مثلا 30 بكسل، خد بالك من المسافه الراسيه، المسافه الافقيه، المسافه من هنا لهنا، ها بريفرش هتلاقيها زادت شويه، زادت 10 بكسل. حلو الكلام، اوكي. ده لو كانوا قيمتين. طيب جميل الكلام، خلوني نرجعها 20 مره ثاني وريفرش، ولو كانوا بقى ثلاث قيم، بمعنى ان احط قيمه ثاني واقول له 30 بكسل، ها فاكرين ده معنى ايه؟ نبتدي من فوق، ده من فوق، المسافه اللي من فوق ينزل، بعدين ال 20 بكسل ديت ياخدها لك على الافقي، يسيب لك القيم اللي على اليمين والقيم اللي على الشمال، فبالتالي اليمين والشمال كده يبقوا 20 بكسل، وال 30 بكسل ديت هيحطها لك في القيمه مين؟ القيمه اللي من تحت. فبالتالي بص بقى، بص على خلي انا هخلي ديت 50 بكسل، وبص على القيمه اللي من فوق واخلي ديت 20 بكسل، تمام؟ بص على القيمه اللي من فوق، المسافه اللي من فوق ريفرش ديت بقت 50 بكسل، تمام. بص على القيمه، لو خليت دي 50 بكسل، بص على القيمه اللي من تحت، المسافه ما بين الاي اس دي وما بين ده، لو عملت ريفرش تمام كده زادت، في حين ان ال 20 بكسل زي ما هي. طيب لو خليتها 50 وبص على القيمه اللي على الافقيه بقى بريلود، هتلاقيها تزيد شويه، تمام. ده بخصوص القصه ديت. طب جميل، تمام. ده لو كانوا ثلاث قيم مسبق ان احنا اتكلمنا في القصه ديت. طيب ايه رايك بقى لو انا هكتبها لك بطريقه مختلفه شويه، لو قلت لك 50 بكسل وبعد كده كلمه اوتو، ايه اللي هيحصل؟ ايه قصه اوتو ديت؟ طيب لو انا مرفرش، ايه اللي حصل؟ وزي ما هو واضح ان الديفيجن ده اخد سنتر، اتسنتر هوريزونتال، اتسنتر افقيا، بيجي في النص افقيا الديفيجن اللي هو اب منه، فاهم انت القصه؟ طيب خلونا كده نشوف او نحكي ايه اللي حصل، بس نقلل ال 50 بكسل ديت، نخليها مثلا 10 بكسل علشان ما تبقاش الامور صعبه، يعني عشان يبقى الوضع سهل. شوفوا بقى اللي حصل، انت قلت له المارجن بتاعتك 10 بكسل، تمام؟ فراح ساب لك 10 بكسل من فوق ومن تحت، ده بسيط. راح جاء عند القيمه الافقيه، تمام، وراح رحت انت قلت له اوتو، فهو مش فاهم، راح اوتو ديت معناها ان انت ظبط لي المارجن بشكل اوتوماتيك، تمام. فهو كده يتضايق، يقول لك الديفلوبر ده يا عم عايز يتعبني، دخل لي المارجن اوتو، فيروح يعمل ايه؟ يقول لك انا الويدث بتاعي كام؟ انا الويدث بتاعي 700 بكسل. طيب مفيش مشاكل، اروح انا اخبط على ابويا، يخبط على ابوه، يا والدي انت الويدث بتاعك كام؟ الويدث بتاعي 960 بكسل. طيب يروح يعمل ايه؟ يروح يطرح الويدث بتاع ابوه ال 960 بكسل من الويدث بتاعه هو ال 700 بكسل، يديله الناتج كام؟ 960 ناقص 600، خليها نقول 800 عشان يبقى الكلام سهل، تمام؟ فيروح يديله كده 160، تمام؟ كان الفرق ما بين الاثنين 160. يرجع تاني يقول اليوزر ده عايز اوتو، فال 160 ديت انا اسيب ال 10 بكسل من فوق، وبالنسبه للبعدين الافقيين المسافه الهوريزونتال اروح سايب له انا بقى من 160 ديت كام وكام، اقسمها على الاثنين، يروح يسيب لك من 160 80 بكسل على اليمين و80 بكسل على الشمال. احنا هنحاول نتاكد من القصه ديت، فكنا جايبين اداه كده صغيره ان شاء الله باذن الله هنحاول نشاور ليها للناس، فانا هزوم، والاداه كان اسمها مجرمي، وهنحاول نحسب بقى المساحه ديت 79 تقريبا، لان ساب بكسل كده، يعني اعتبرها تقريبا 80 بكسل، ف 80 بكسل من الناحيه ديت بالاضافه ل 80 بكسل من الناحيه الثانيه يدي لك 160، فبالتالي دي فايده الاوتو. فما تستغربش لما تلاقي كلمه، لا او لما تلاقي او لما تشوف كلمه مارجن زيرو اوتو، مارجن زيرو اوتو ديت معناها ان انت عايز تخلي المحتوى هوريزونتالي سنترد، توسطه فين؟ توسطه في النص بالنسبه للوضع الافقي، تمام؟ الكلام على الوضع الافقي مش على الوضع الرأسي. جميل الكلام، ده بالنسبه لاستخدام الخاصيه مارجن لو انا كنت عايز اعمل سنتر للمحتوى. نروح بعدين طيب ليه المشكله في الوصول بلوك، وده الجزء اللي هيطول معانا في الحلقه. المشكله يا شباب في الوسم بلوك لما تكون الشاشه اصغر من حجم العنصر اللي انت مديهوله. بمعنى ايه؟ طيب انت مديله ويدث هنا 960 بكسل، ومديله ويدث هنا 800 بكسل، ففرضنا انت هتبتدي تعرض المحتوى بتاعك على شاشه اصغر، او اقول لك صغر البراوزر اهو. شص، بمجرد ما ان انت تصغر البراوزر بيبتدي يعمل لك ايه؟ يعرض لك سكرول بارز. السكرول بارز ديت في الوضع الافقي مشكله. انا بالنسبه لي السكرول بارز الرئيسيه ديت عادي خالص، مش مشكله، ما فيهاش مشاكل، انما السكرول بارز اللي بتظهر دي مشكله كبيره جدا.
علشان كده كان الحل في اني انا نستخدم الخاصية max width. طيب انا هستخدم الماكس ويدث دلوقتي واقول له بدل ويدث 960 ماكس ويدث 960 وعملت كنترول اس ورحت عامل ريفرش. ايه اللي حصل؟ ماشي هي اتطبقت لكن برضه السكرول بارز ظهر. السكرول بارز ظهر ليه؟ علشان برضه انا عندي ويدث تحت فمعلش فخلوني انا انوم السطر ده دلوقتي علشان يورث الويدث بتاع ابوه ويبقوا الاثنين زي بعض. فاهمني؟ ماشي مفيش مشاكل. فانا طول ما بصغر السكرول بارز بتاعتي مش بتظهر. حد شاف السكرول بار من تحت؟ مفيش سكرول بارز مش بتظهر. تمام. معناه كده ايه؟ معناه الجماعه الاجانب دولت بيقولوا ايه؟ بيقولوا بص ويدث اي وود لايك يو تو درو ذيس اليمنت ات ذيس ويدث. انا عايزك ترسم لي الاليمنت ده بالويدث ده زي ما هو عايز زي ما هو مكتوب 960 يبقى 960. انا ماليش دخل هتعرض بايه؟ تبتدي لي من اول نقطه لغايه اخر بيكسل انا كنت بتكلم عليه. انا عايز العرض ده بالتحديد سبيسيفيكلي. لكن في الماكس هاي درو ذيس اليمنت از يو بليز زي ما انت ترجو بات نو وايدر ذان ذيس ويدث. انت شوف ظبطه زي ما انت عايز بس ما يزيدش عن الويدث اللي انا بتكلم عليه. يبقى انا بحط ليميت مش اعلى من الويدث ده. طيب فبالتالي لو كان اقل هو هيبتدي يظبط لك الامور. تمام. دي فائده الوسم ويدث. طب هو لا يخفى عليك ان في مشكله في القصه صحيح؟ اه في مشكله بجد. بدليل لو انا دخلت على لوريم ابسوم وابسوم ونسخت نص معين ورحت حطه في الديفيجن ده. تمام. انا نسخت نصوص فشوف اللي هيحصل. لو انا كنت مكبر الشاشه على الاخر خالص وعملت ريلود النص بتاعي ظاهر عادي مفيش مشاكل. طيب حاول تصغر ايه اللي بيحصل؟ مشكله كبيره. مشكله كبيره ان النص بيحصل له اوفر فلو. اوفر فلو بيجي لك ايه؟ النص اتدلج الكوبايه اتدلجت على الطشت اللي هي محطوطه فيه. مش انا بفرض ان انا عندي اتنين ديفيجن. الديفيجن الاولاني اللي هو اللي بيكون عباره عن الراب. الديفيجن الاولاني الراب. الراب جوه منه تشايلد. حلو الكلام. التشايلد ده فيه نص. النص بتاعه عدى الحدود. عدى الحدود فبالتالي راح اتكب على الاي اس دي. تمام. اسم القصه ديت اوفر فلو. هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله وهنعرف ازاي نحلها. تمام. بس الشاهد في القصه هنحل الامور ديت. بس بص انت هو ما عمليش سكرول بارز لكن بيحاول يعمل ايه؟ كل ما انا اغير بيبتدي يظبط لي الكلام علشان يظهر بشكل كويس لغايه لما زاد الكلام عن المحتوى اللي هو ممكن يستحمله فبالتالي عمل لي اوفر فلو ابتدى يطلع من بره. تمام. ديت نقطه هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله. لكن انا عايز اشاور لنقطه مهمه جدا. كده انا حليت المشكله على الاقل بتاعت السكرول بارز. تمام. لكن عايز اشاور لنقطه يا شباب. لما احنا بنشتغل ديزايننج ما بنشتغلش ديزايننج وان شاء الله انا عندي انواع من الديزايننج بس في الغالب الموقع انت دلوقتي ما بيشتغلش على شاشات بس بيشتغل على تابلتس وايفونز ونوتس وتابلتات وبيشتغل على موبايل وسمارت فونز بيشتغل على شاشات مختلفه. فانسب حاجه ممكن تستخدمها ان انت تشغل الويدث في المية وتشغل الهاي بتاعك بماكس ويدث. طيب ما انا طيب انا عندي طول جميله خالص. خلوني بس الغي القصه. انا بستخدم البراوزر فايرفوكس علشان بس في اضافه جميله يعني. خلونا نعمل ريلود ونأصل على نفس المفهوم ده. وانا كنت بتكلم ماشي مفيش مشاكل. انا عايز اقول لو انا كنت مثلا هعرض الموقع ده على شاشات ثانيه. لو انا اهو خليني اعمل فيو مش على لو انا كنت بعرضه على موبايل مقاسه 320 في 460 مفيش مشاكل. بس اهم انا مشكلتي ان مفيش هنا ما عنديش السكرول بار اهو. ماشي ده لو كان موبايل لاندسكيب. لو الموبايل كان نايم يعني 430 في 320. طب لو كان تابلت بورتريه
طب لو كان التابلت ده لاند سكيب مفيش برضو مفيش بسكرول بارز من تحت، لو كان التابلت بورتريه بمقاس بريزوليوشن 700 مش عارف في كام، لو كان التابلت لاند سكيب ب 1024 في 768 انا ما عنديش سكرول بارز من تحت، ده في حد ذاته نصر. في حين لو انت كنت شغال على سبيسيفيك ويدث دايركتلي، بمعنى ادق انت مش عايز ماكس ويدث، لا انت عايز ويدث يبقى 960 بكسل، انت عايز الويدث يبقى 960 بكسل على وجه الخصوص عشان حاجه في بالك. جس وات، طيب روح كده وابتدي اعمل ريفرش بقى، هنا مفيش مشاكل. طب ابتدي اقرض الموقع بتاعك على، بص على الموبايل شوف شكله بقى، عمل لك سكرول بار من تحت. فبالتالي بص خلونا نكبر كده ونشوف، اليوزر عشان يتعامل مع الموقع بتاعك محتاج اتنين معاه، واحد يشد له سكرول بارز الرأسيه، واحد يشد له سكرول بارز من فوق عشان يعرف يتصفح الموقع بتاعك. نفس القصه هنا، سكرول بارز من تحت ومن فوق. انا ما عنديش مشاكل في السكرول بارز اللي من فوق، كده كده في التاتش سكرين لو هو عمل لو طير ايده لفوق ما عنديش اي مشاكل فيه، المشكله كلها في السكرول بارز اللي من تحت. تمام، نفس القصه في الريزوليوشن ده. فبالتالي دي جيمه مين؟ دي جيمه الماكس ويدث. تمام، بالله عليك اعرض دي، اعرضهولي زي ما انت عايز بس ما يزيدش عن 960 بكسل. فبالتالي هو بيحاول يظبط القصه. اما بالنسبه لقصه المحتوى لما بيدي لك انا هتكلم عليها واقول حل المشكله ديت في ايه. تمام، الافضل بالنسبه لي اني استخدم ويدث وماكس ويدث مع بعض، لكن يا شباب لما بستخدم الويدث براعي اني انا بستخدمه بس اكشولي نوت ذا ابسوليوت، مش هستخدمه بقيم مطلقه، اكشوال هستخدمه بقيم في المية. فبقول له 100% من حجم الصفحه والماكس ويدث بتاعك كذا. تخيل كده انت بتشغله ب 100% من اي حجم على اي شيء. تخيل انا لو نومت السطر الماكس ويدث ده، تمام، وقلت له انت 100% من الحجم بتاعك، 100% من اي حجم ايا كان هو ايه، وانا رحت عامل ريلود، فالويدث هنا بالنسبه لي 100%. طيب ما تيجي نعرضه كده على شاشات مختلفه، هنا برضه واخد 100%، مفيش سكرول بارز، انا بتكلم على الويدث مفيش سكرول بارز، برضه 100%، هو الاوفر فلو موجود، الاوفر فلو موجود، لكن مفيش سكرول بارز، واخد 100%، واخد 100% من الحجم بالكامل، نفس القصه واخد 100% من الحجم، ما هو المفروض ب 100% من الحجم بالكامل. فتخيل بقى دي فايده ان انت تستخدم الويدث ب 100% وتقول له الماكس ويدث بتاعك بمعنى اقصى حاجه ممكن يتعرض عليها بعد 960 ما تسمحش ان يحصل اي شيء، ده التوظيف بتاع الويدث مع الماكس ويدث. يا رب تكون الصوره كده اوضح. فده اللي انا كنت عايز اتكلم بيه على وجه الخصوص باستخدام الخاصيه ويدث وباستخدام الماكس ويدث. يا رب الصوره تبقى واضحه عند الناس. الادوات اللي انا استخدمتها يا شباب، بالنسبه انا استخدمت في الفايرفوكس كان اداه كان اسمها ميجر ات، بنجيبها من الادونز. لو رحنا على الادونز وبتبتدي تكتب اسمها كتابه يعني، تمام، هتبتدي تكتب ميجر لو الناس وتضغط انتر هتلاقيها تظهر معاك اهي ميجر ات، وتبتدي تعمل لها جاست انستول. الاداه الثانيه اللي لو انت ضغطت كليك يمين على عليها بتبتدي اعرض الويب ديفلوبر تول بار. الويب ديفلوبر تول بار ده موجود معاك، اعرضه هو اللي هيدي لك القصه بتاعت ريساس عشان تشوف الريسبونسيف لاي اوت. ده بخصوص حلقه النهارده، انا اسف جدا اذا كنت طولت عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.